بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سألني بعض الإخوة المقيمين بديار المهجر سؤالا عما يعرض لهم الآن من أوضاع هؤلاء الذين توفوا والتحقوا بالرفيق الأعلى من المؤمنين بسبب هذا المرض الكاسح، وهؤلاء الذين توفوا تحتفظ بهم السلطات الصحية في هذه المشارح وفي مستودعات الموتى، وأهلهم وذووهم يطالبون بتسليمهم وبدفنهم في المغرب، وهذا أمر هو متعذر الآن بحكم إغلاق الحدود وامتناع السفر ووقوع أناس أحياء عالقين لا يستطيعون أن يعودوا إلى بلادهم. وقد عرض على هؤلاء أنه بإمكانهم أن يدفنوا هؤلاء الموتى مؤقتا لمدة معينة، ثم يعاد نقلهم بعد ذلك إلى أرض الوطن. وهذا إشكال كبير عرض للناس بسبب هذه الكارثة، بسبب هذه الأزمة. والجواب عن هذا أن هذا من حيث المبدأ لا بأس به، لو صح أن الناس يمكنهم أن يدفنوا في مكان ثم ينقلوا بعد ذلك إلى مكان آخر فهذا جائز، لأن كثيرا من الموتى من الصحابة قد دفنوا ثم نقلوا مرات عديدة، ودفن بعض الصحابة من شهداء بدر، شهداء أحد، ثم أعيد نقلهم بعد ذلك، فالأمر لا بأس به من هذه الجهة. لكنه لا بد من السؤال عن إمكانية هذا الفعل حقيقة. إن هؤلاء الذين توفوا قد توفوا بسبب مرض كبير خطير يحاول الناس أن يتفادوه، أن يجتنبوه، فلذلك يعتبرون أن وجود هذه الجثة ربما يكون فيه ما يمكن أن ينقل هذا الوباء ولو من بعد زمن. ولذلك تأتي دائما القوانين حتى في هذه اللحظة مانعة من نقل جثة من مدينة إلى أخرى، فأيما مدينة توفي فيها شخص ففيها يجب أن يدفن تفاديا لنقل هذه الفيروسات. فلو أن هذا صح، لو أن صح أن يعاد إخراج هؤلاء، أن يدفن هؤلاء ويخرج من جديد، لقلنا إن هذا لا بأس به من حيث المبدأ، ولكن الظاهر أن هذا سيكون مستبعدا، أولا للحالة الراهنة للوباء الذي يحمله هؤلاء، للخطورة التي تمثلها هذه الجثامين حتى لو أعيدت إلى أرض الوطن. إذا أعيدت وأدخلت إلى البيوت وإقيمت لها الجنائز ونقلت إلى المساجد، هذا فيه كل هذا فيه خطورة ولا شك. والذي يكون ممكن الآن هو البحث عن أماكن لدفن الموتى المسلمين حيث توفوا. ليس ضروريا أن كل إنسان يعيش في بلد ثم يتوفى فيه ثم ينقل إلى البلد آخر بحسب جنسية الشخص، فيعاد المغربي إلى المغرب والجزائر إلى الجزائر والتونسي إلى تونس. قضية هذه الجنسية لا تلاحق الجثمان وتذهب معه، فإذا توفي يدفن في مقبرة فيها عموم المسلمين من جنسيات متعددة، ثم لا يكون بالأمر أي بأس. والصحابة رضوان الله عليهم خرجوا من المهاجرين، خرجوا من مكة وهي أشرف بلاد الله،
وماتوا خارجها، منهم من مات في المدينة في حياة رسول الله، ومنهم من مات في الشام، ومنهم من مات في شمال إفريقيا، وكان الناس لا يردونهم إلى أصلهم وإلى بلدهم الأصلي وهو مكة، وهي أشرف بقاع الأرض. كان الناس يدفنون حيث ماتوا، لأن هذه الأرض كلها هي أرض الله. وإن المسلمين حينما يختارون لأنفسهم مقبرة فإنهم ييسرون على أنفسهم هذا الأمر. هذا الأمر كان فيه إشكال والحالة عادية، والآن أصبح أكثر إشكالا، فوجب الاتجاه إلى هذا الأمر، إلى أن يكون للناس مقبرة حيث يوجدون، تسهيلا وتيسيرا ومنعا لاستمرار هذا الحزن والألم. هؤلاء الذين هم الآن في غرف الموتى، لا هم مدفونون في أماكنهم، ولا يمكن أن يقال إن أهلهم اعتبروهم قد انتهى أمرهم وانتهت جنازتهم. فلذلك ما داموا كذلك فإن القلوب لا تزال متعلقة بهم، والأحزان لا تزال مستمرة، وكأن هؤلاء ماتوا في هذا اليوم فقط. فيكون من الحكمة أن تغتنم هذه الفرصة، لأجل المطالبة بأن تكون للمسلمين حيث وجدوا مقابر، وللنصارى مقابر، واليهود مقابر. ربما كان الناس يتعذرون يتعللون فيما سبق، السلطات المحلية ربما كانت تقول قولا، ولكن هذا الأمر يجب أن ينتهي الآن. هذه حالة طارئة، من المصلحة المسلمين أن يحسموها حالا، وأن تكون لهم هذه المقابر، وأن يدفنوا فيها من مات منهم، وأن لا يتعنوا كل هذه المشقة، وأن لا ينتظروا الأشهر، ويعلم الله إن كان بالإمكان أن يقع هذا الرد أو لا يقع. إلى ذلك يحتاج دائما إلى مشورة الجهات الصحية وإلى الجهات الأمنية وإلى أشياء. فيغني عن كل هذا أن تكون للناس مقبرة، وأن يبحثوا عن هذا الأمر، أو أن يكون لهم على الأقل مربع أو مربعان في مقبرة معينة. ولكن هذا الأمر هذا وقت حسم هذه المسألة، لأن هؤلاء الذين يموتون الآن ويدفنون حيث توفوا هم الذين يدلون على بقاء هذه الجالية واستمرارها، وأنها ليست طارئة، وأنها ليست مبتوتة، بأنها جاءت واشتغلت وعاشت وارتبطت طبعا بوطنها، ولكنها حينما توفيت وبقيت تذكر الأجيال اللاحقة بأن هذا الجيل وهؤلاء الذين عاشوا هنا كانوا مسلمين، كانت لهم مساجد، وكانت لهم مقابر، وكانت لهم كل ما تحتاجه المجتمعات المتميزة. فلذلك أرجو أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار، وأن يجتمع المسلمون الآن لحسم في هذه القضية، وأن نذهب دائما إلى اليسر. نحن نعتبر أنفسنا في حالة استثناء، وهذا الاستثناء يناسبه الأخذ بالرخص لا الأخذ بالعزائم. حينما يكون الأمر معدا وميسورا وسهلا وعاديا، فيمكن أن نأخذ بالشدائد، ولكن الآن يجب أن نبحث للمسلمين عن حلول. هم الآن يعيشون مشاكل المرض، مشاكل الخوف، مشاكل هذا قلة ذات اليد، مشاكل متعددة. فلذلك لو استطعنا أن نقلل من هذه المشاكل وننهي بعض هذه المشاكل لكان ذلك أمرا جيدا وأمرا حسنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.